هو استثمار لديه عائد على الربح return on investment. وأحد مشاكل صغر حجم السوق هو النظر بعض المعلنين إلى الإعلان وكأنه إنفاقاً وليس استثماراً. ثانياً لأن أسواقنا هي أسواق تستورد ولا تنتج، إذن مصلحة الوكيل أن يستثمر في الإعلام المحلي عوضاً عن بناء الماركة المسجلة التي لا يملكها ولكن هو وكيل لها. عدة تحديات أدت إلى صغر حجم السوق، غياب اللي نحن بنسميه TV Audience Measurement أو التدقيق والإحصاءات الشفافة التي تعطي المعلن السكان أو البرهان على أن ما ينفقه أو ما يستثمره لديه عائد عال على الاستثمار. عدة عوامل إذا ما عالجناها سوياً بالمحتوى، بالمداخيل، بالشفافية، بالتدقيق، لا يمكن لنا الارتقاء بما نوفره للمشاهدين وللقراء إلى مستوى العالمية في ظل هكذا استثمار إعلاني بأدنى مستوياته. دكتور عزام، أنا إلي عندك لك سؤال. كونكم الشركة الوحيدة المدرجة طبعاً بين شركات الإعلام على الأقل بين الموجودين بالوقت الحاضر، هل هذا يا ترى يضع ضغط أكثر عليكم في ظل هذه الأزمة المالية العالمية؟ كون الشركات المساهمة طبعاً لديها مسؤولية تجاه المساهمين فيها من ناحية تحقيق الأرباح، وبالتالي لأي درجة أنتم تحت ضغط بالوقت الحالي للاستمرار بالأداء الإيجابي وتحقيق الربحية للمساهمين؟ أنا أتذكر عندما أعلننا لأول مرة عن طرح الشركة للاكتتاب كان عبر قناة العربية، وكنت ممسكاً بنسخة من صحيفة الاقتصادية وأبرزتها أمام المشاهدين وقلت يا زملاء أنا الشركات المدرجة، بعد أن كنا نتحدث عنكم نحن الآن أصبحنا من ضمنكم. لا شك أن هذه مسؤولية جسيمة. هناك العديد من المناورات الإدارية في السنوات الصعبة التي تعطي حلولاً تكتيكية، ولكن تأثيرها الاستراتيجي يكون أحياناً سيء. ولهذا نحن حريصون لأننا شركة مساهمة أن نكون متحفظين جداً في الكثير من الترتيبات الإدارية والتمويلية التي يتم، وهي ترتيبات قانونية في كل الأحوال في الشركات المساهمة. ضرورة الإفصاح عن مشاريعنا أيضاً في مرحلة معينة من المباحثات تجعل من الصعب علينا أن ننافس، لكن بالمقابل نحن وجدنا أنه كما تكلم زميلي مازن منذ قليل أن المعلن يجب أن يقتنع أنه يحتاج أن يعلن لدى الوسيلة، فصل الملكية عن الإدارة ثم فصل الإدارة عن التحرير أعطى رؤية واضحة وفصل ما بين العمل التجاري وبين العمل المهني، وهما يعني نهران يصبان في بحر واحد، وهذا يدعم كلاهما يدعم الآخر. فوجود الحوكمة ووجود مجلس أمناء لدينا يهتم بالمحتوى، لا شك أن هذا أعطى تلطيفا للضرورة الشديدة للشفافية والإفصاح. أستاذ سامي، الفوائد بالنسبة للمعلن، الفوائد بالنسبة للمعلن، يعني تحدثنا قبل قليل بأنه في ظل هذه الأزمة المالية هناك استثمار إعلاني، لكن بنفس الوقت يعني الشركات المعلنة لابد وأن تحاول أن توزع مواردها، والإعلان أول شيء عم ينضرب، يعني بالتالي هذه الفوائد الموجودة بالوسائل الإعلام العربية ليست مغرية بشكل كافي للمعلن حاليا، وبالتالي يوزع موارده على أمور أخرى وجوانب أخرى من ضمن تنشيط عمله وشركته. بعتقد أنه في سوء فهم لموضوع حالة السوق حاليا من ناحية الاستثمار الإعلاني. لم تتوقف عجلة الاقتصاد، عجلة الاقتصاد مستمرة، ولكن في تباطؤ بالنمو، وهالتباطؤ بالنمو هيدا نحن متوقعينه كنا سنة 2008 كان بنسبة 25%، السنة أول كوارتر لثلاث أشهر ببداية بمطلع العام كان النمو فقط 11%. هالتباطؤ هيدا نتج عن تباطؤ وانحسار ببعض الأسواق، وبعض الأسواق مثلاً راح نشوف فيها أنه كانت نسبة النمو فيها انخفاض، مثل ما منلاحظ على اللوحة حالياً عندنا دولة الإمارات فيها انخفاض 14% للربع الأول من السنة، وسوق مصر
فيه كمان انخفاض، ولكن سوق المملكة فيه نمو بنسبة 2%، ويعني هالنمو هيدا فينا نقول إنه ثبات على نفسه. ليش المملكة بتغير الأسواق الأخرى؟ عفواً. ليش المملكة السعودية بتغير الأسواق الأخرى؟ يعني ليش فيها النمو وفيها التراجع بالباقين؟ المملكة سوق ضخم جداً ويحتاج من النشاط الإعلاني أكثر بكثير مما حالياً يتوفر في هذا السوق، ونحن نعتبر أنه حاجته بعد ما اكتسبها بما فيه الكفاية، ولكن الأسواق الأخرى صار فيها نمو ونمو مضطرد، يعني ارتفع بنسب جيدة للغاية. يعني السنة الماضية بتلاحظي على اللوحة سوق الإمارات ارتفع بنسبة 44%، وهذا غير مشهود، يعني لم يحصل في دولة أخرى من العالم بالماضي القريب. وكان هذا النمو نشاطه مرتبط بنشاط الاقتصاد، بمعنى أنه في معادلة تربط بين الإنفاق الإعلاني وهو الاستثمار وحالة الاقتصاد بحد ذاته، وتربطها بالناتج القومي المحلي. وهالربط هيدا، بما أنه نحن في اقتصاديات بلدان نفطية، نتج عن الطفرة من الثروات النفطية اللي وردت على مختلف دول العالم العربي واللي أثرت على الاقتصاد بطريقة مباشرة. هلا أي وسائل الإعلام هي اللي بتستحوذ على الجزء الأكبر من هذه الأرقام؟ يعني نحن عم نقول إنه 14% كانت نسبة انخفاض الإعلانات في دولة الإمارات، لكن أي إعلانات هي الأكثر تأثراً؟ يعني إعلانات بالإعلام المرئي ولا بالمطبوعات ولا؟ الإعلان المرئي بالدولة نفسها، يعني ما يسمى domestic market، يعني المحطات التي تبث داخل الدولة، فيها نمو بنسبة 20% السنة أول ربع السنوي، ولكن الصحافة المطبوعة الإعلان المطبوع عنده انخفاض بالعربي وبالإنجليزي، بالوسائل العربي والإنجليزي انخفاض بما قدره تقريباً 25%، ولكن هذا الانخفاض هيدا قابل للاستعادة إذا الجمهور والفعاليات الاقتصادية وبالأخص المحرك الرئيسي اللي هو الهيكل الدولي نفسه يعني والقطاعات الرسمية حركت هالقطاع هيدا من النمو الاقتصادي بإنفراستراكتشور وإلى آخره. أعطي أمثلة على ذلك، عفواً، بسبتمبر رح يصير في انطلاق المترو. انطلاق المترو منه إيفنت عادي، رح يصير في عليه ضجة إعلانية لتوضيح لكل مرء على الشارع كيف وين بده يتجه وكيف يركب بالمركبة وإلى آخره وكيف يستعمل المترو. نحن مشان نخلص موضوع التمويل بس رح ناخذ أنا ممكن أعلق لو سمحتي، سبقاً قطعت وسمحتي فسأقاطع فأرجو أن تسمحي بذلك. مسموح المقاطعة طبعاً لا شك أن من أهم معوقات النمو في العالم العربي ضعف الإحصاءات وضعف الحصول على الأرقام. أنا لا أعتقد أن الأرقام التي ذكرها الأستاذ سامي صحيحة إطلاقاً، وأختلف معه تماماً، لأننا نعرف الأرقام وهي موجودة لدينا لأننا نعمل في هذا المجال. إذا الأرقام موجودة لديك ليش ما عم بتشاركونا فيها؟ هل عم تقول في ضعف بالبيانات؟ ليش ما عم بتشاركونا فيها إذا الأرقام متاحة لديكم؟ المجهودات التي يقومون بها الآن ربما هي مجهودات شاقة ومضنية، وربما يكون يستخدمون أفضل منهجية علمية ممكنة للحصول على المعلومات. هذا يعيدنا مرة أخرى إلى موضوع الشفافية والإفصاح. الكثيرون يدعون لديهم إعلان، يتم الرقابة على الإعلان من خلال المساحات الإعلانية وسعر البطاقة الإعلانية. لا أحد يعلم مدى حقيقة الخصومات التي تمنح، ولا أحد يعرف مدى حقيقة النشرات المجانية. ولذلك أرجو أن لا تؤخذ الأرقام التي ذكرت في هذه المناسبة على أنها أرقام حقيقية ويتم تطبيقها. أنا أعتقد أن هناك ضرورة للحديث ليس فقط عن المعلنين، يجب أن لماذا نتحدث عن نفسنا كوسائل إعلام؟ هذا هو الأهم. يجب أن نرتقي، يجب أن نطور وسائلنا، يجب أن لدينا يكون محتوى متميز ومتخصص يجلب القارئ وبالتالي يجلب المعلن، يجب أن يتم الإنفاق. أنا أريد الحديث عن الديمغرافية. لم يتم التطرق إلى الديمغرافية في العالم العربي، لم يتم التطرق إلى الجغرافية في العالم العربي. هذه كلها عوامل رئيسية في حوارنا اليوم.
تمام، مشان هيك أنا قلت خلينا نسكر على موضوع التمويل.